جريمة بلا شهود، أغاثا كريستي. قادت الصدفة البحتة صديقي هيركيول بوارو القائد في الشرطة البلجيكية إلى إماطة اللثام عن جريمة ستايلز، وقد ذاع صيته منذ نجاحه في تلك الجريمة الغامضة. ولأنني أصبت في جبهة السوم بجراح تسببت في خروجي من الجيش، فقد استقرت الحال بي على مشاركة بوارو في المسكن الذي اتخذه في لندن. ولأن صحبتي إياه أتاحت لي الوقوف على أسرار معظم القضايا التي تولاها، فقد اقترح علي بعضهم أن أسجل بعض تلك الأسرار. ورأيت أن أبدأ بالجريمة المشهورة التي عرفت باسم جريمة الحفل الراقص. وبالرغم من أن هذه القضية لا تكشف عن الموهبة الحقيقية لبوارو، إلا أن السبب الذي دفعني إلى اختيارها هو الملامح العاطفية التي سادت القضية، والشخصيات ذوات الصيد الذائع، والصحافة التي عنيت بالقضية في وقتها مما أكسبها شهرة خاصة. ولذلك شعرت بأن من واجبي أن أشير إلى الدور الذي لعبه بوارو للكشف عن أسرار تلك الجريمة في يوم جميل من أيام الربيع، بينما كنا جالسين في مسكن بوارو، وكان صديقي ضئيل الحجم برأسه ذات الشكل البيضوي مشغولا بتجربة صبغة جديدة لشاربه، سقطت من يدي صحيفة الديلي نيوز التي كنت أطالع فيها، واستغرقت في تفكير عميق. قال بوارو: فيما تفكر يا صديقي العزيز؟ فأجبته قائلا: أقول لك الحق، كنت مشغولا بالتفكير في جريمة الحفل التنكري الراقص. الصحف جميعها حافلة بأخبار الجريمة. حقا؟ كلما أفاض الإنسان في القراءة أدرك مدى غموض الجريمة. من الذي يقتل اللورد كرونشو؟ وهل كان موت كوكو كورتيناي في الليلة نفسها مجرد صدفة؟ أكان مجرد حادث أم أنها تناولت متعمدة جرعة مضاعفة من المخدر؟ وتوقفت لبرهة عن الحديث، ثم أردفت قائلا: هذه هي الأسئلة التي كنت أوجهها لنفسي. خيب بوارو أملي ولم يظهر حماسة للموضوع عندما قال: لا شك في أن هذه الصبغة الجديدة للشارب ممتازة. وعمقني بطرف عينه ثم قال في عجل: صحيح، وبماذا أجبت تلك الأسئلة؟ عندئذ قاطعتنا صاحبة البيت بدخولها معلنة وصول مفتش جاب. وكان هذا المفتش وهو من سكوتلاند يارد صديقا قديما لنا، فاستقبلناه بحفاوة وقال له بوارو: والآن يا صديقي الحميم، ما سبب زيارتك؟ فقال جاب وهو يومئ برأسه يحييني: حسنا يا سيد بوارو، أنا أحقق في جريمة تدخل في دائرة اهتمامك، وقد جئت أعرض عليك الإسهام في الكشف عن المجرم. كان رأي بوارو في جاب أنه شرطي كفء، إلا أنه كان يفتقر إلى الخيال. وقال جاب: إنها جريمة الحفل التنكري الراقص. كان صديقي هستينغز يحدثني في الموضوع نفسه منذ لحظات، واسترسل جاب قائلا: حسنا، أعتقد أنك قرأت تفصيلات الحادث في الصحف يا سيد بوارو. نعم، ولكن الخيال الصحفي كثيرا ما يكون مضللا، أريد أن أسمع القصة منك. فاسترخى جاب في جلسته وبدأ يروي القصة قائلا: كما يعرف الجميع، أقيم في يوم الثلاثاء الماضي في قاعة كلوسوس الحفل التنكري الراقص الكبير، وهو الحفل الذي يحضره سكان لندن كلهم بما فيهم اللورد كرونشو الشاب وجماعته. فقاطعه بوارو قائلا: أريد أن أعرف بعض التفصيلات عن اللورد الشاب. يبلغ اللورد كرونشو 25 من عمره، وهو غني وأعزب، ويعرف الجميع أنه كان مولعا بعالم المسارح، وقد روجت إشاعات مفادها أنه خطب الآنسة كورتيناي الممثلة في المسرح الباتي، وهي نفسها التي اشتهرت بين أصدقائها باسم كوكو، وهي شابة فاتنة. حسنا، أرجو أن تستمر. كانت جماعة اللورد كرونشو تتكون من 6 أشخاص، هم اللورد نفسه وعمه النبيل يوستاك بلتين، والسيدة مالاباي وهي أرملة أمريكية حسناء،
وممثل شاب يدعى كريس دافيدسون وزوجته، وأخيرا الآنسة كورتو كوكو كورتيناي. كان حضور الحفل الراقص بملابس التنكرية، وكان جماعة اللورد كرونشوت ترتدي ملابس إحدى الفرق المسرحية الإيطالية القديمة لا أدري ما اسمها. فتمتم بوارو بقوله: أعرف فرقة الكوميديا المرتجلة. على أي حال، لقد استوحي تصميم الملابس من مجموعة المقتنيات الخزفية التي يمتلكها بوستاك بليتين، وكان اللورد كرونشو يرتدي زي هارلي كان، ويرتدي بليتين زي بانشينيلو، بينما تتنكر الآنسة مالاباي في زي بوليشينيالا. أما السيد دافيدسون وزوجته فقد كانا يتنكران في زي بيير وبييريت، وارتدت الآنسة كورتيناي زي كولمبين. ومنذ بدء السهرة ظهر بوضوح وجود شيء غير عادي، فقد كان اللورد كرونشو منزعجا متوتر الأعصاب. وعندما التقى أفراد الجماعة في الغرفة الصغيرة، كان من الواضح احمرار عيني الآنسة كورتيناي. وعندما دعاهم صاحب الحفل لتناول العشاء، لاحظ الجميع عزوف الآنسة كورتيناي عن الطعام، وأن أعصابها كانت على حافة الانهيار. لم يكن الجو مريحا في أثناء العشاء. وعندما غادر الجميع الغرفة، التفتت نحو كريس دافيدسون وطلبت منه أن يرافقها إلى المنزل لأنها سئمة الحفل. فتردد الممثل الشاب قليلا ورمق اللورد كرونشو لبرها قبل أن يعود معهما إلى داخل الغرفة الصغيرة. وعندما فشلت جهود كريس في التوفيق بينهما، صاحب الآنسة كورتيناي في سيارة أجرة إلى مسكنها. وبالرغم من أنها كانت في حال ضيق، إلا أنها لم تصارح كريس بالسبب، مكتفية بقولها: سوف أجعل كرونشو يندم على ذلك أشد الندم. وهذه الإشارة الوحيدة التي تجعلنا نشك في أن وفاتها كانت قضاء وقدرا. وعندما تمكن دافيدسون بعض الشيء من الحد من ثورتها، كان الوقت قد تأخر بالنسبة إلى العودة إلى الحفل، فتوجه مباشرة إلى مسكنه في تشيلسيا، حيث لحقت به زوجته بعد قليل حاملة إليه أخبار الفاجعة التي وقعت بعد مغادرته القاعة. ويظهر أن أعصاب كرونشو كانت تزداد توترا مع الوقت، لأنه تجنب الجلوس مع أفراد جماعته واختفى عن الأنظار في معظم الوقت، وكانت الساعة تقترب من منتصف الثانية صباحا. واقترب موعد خلع الأقنعة عندما لاحظ السيد ديكبي أحد أصدقاء كرونشو الذي كان يعرف الزي التنكري الذي يرتديه اللورد الشاب، لاحظ وقوف كرونشو بمعزل عن الناس في إحدى المقصورات وهو يستعرض القاعة بنظراته، وصرخ به قائلا: مرحبا كرونشو، اهبط إلينا واندمج في المجموعة، لماذا تحدق من الأعلى فيما حولك كالبومة الهاربة؟ فأجابه كرونشو قائلا: انتظرني للحظة، والأصعب علي رؤيتك في وسط هذا الزحام. وغادر كرونشو المقصورة، ووقف السيد ديكبي مع السيدة دافيدسون في انتظار كرونشو. ومرت الدقائق من غير أن يظهر اللورد، وبدأ القلق يستولي على ديكبي الذي قال: هل يتصور أننا سنظل في انتظاره طوال الليل؟ وفي تلك اللحظة انضمت إليهما الآنسة مالاباي، فشرحا لها الموقف، وقالت الأرملة الحسناء: لقد كان منحرف المزاج طوال السهرة، دعونا نبحث عنه. ومباشرة بدأ البحث بلا فائدة، حتى اقترحت الآنسة مالابي البحث في الغرفة الخاصة التي تناولوا فيها العشاء. وروعوا عند دخولهم إلى الغرفة بالمنظر البشع. كان هارلي كان ممددا على الأرض، وقد اخترقت قلبه سكين من أدوات المائدة. توقف جاب عن الحديث، فأومأ بوارو برأسه قائلا: جريمة محكمة، وهكذا لم يترك القاتل أثرا، وهل تبينت دوافع ارتكاب الجريمة؟ استرسل المفتش يقول: حسنا، أنت تعلم بقية القصة. كانت المأساة مزدوجة، ونشرت تفاصيل المأساة في الصحف في اليوم التالي، فضلا عن تقرير موجز عن العثور على الممثلة المشهورة الآنسة كورتيناي ميتة في سريرها. لقد كان موتها بسبب تناول جرعة كبيرة من المخدر. والسؤال الآن يقول: أهو حادث أم انتحار؟ وعندما استدعيت وصيفتها لتدلي بأقوالها،
أخبرتنا بأن الآنسة كورتيناي كانت مدمنة من مخدرات، ومن ثم استبعدت فكرة الموت قضاء وقدرا. لقد كان موتها من سوء الطالع، لأنه حرمنا من معرفة أسباب الخلاف الذي دب بينها وبين اللورد الشاب في الليلة السابقة. وبالمناسبة فقد عثر على علبة فيها مخدرات نقش عليها اسم كوكو، عثر عليها في ملابس القتيل، وتعرفت الوصيفة على العلبة مؤكدة أنها لسيدتها التي كانت تحملها معها أينما ذهبت، لأنها كانت تحفظ فيها المخدر الذي أصبحت لا تفارقه. هل كان اللورد كرونشو نفسه من مدمني المخدرات؟ لا أبدا. فأومى أبوارو برأسه مفكرا ثم قال: ولكن العلبة كانت بحوزته، وهذا يعني أنه كان يعلم أن الآنسة كورتيناي تتعاطاه. قال جاب بشرود لم تخطر ببالي هذه الفكرة. فابتسمت بينما تابع جاب يقول: حسنا، هذه هي القضية، ما رأيك الآن؟ ألم تعثر على أي دليل لم تتضمنه التقارير؟ آه بلى، عثرت على هذا. وأخرج المفتش من جيبه زرا من الصوف، ناوله لبوارو، وكان عبارة عن كرة من الصوف مصنوعة من الحرير الأخضر، تتدلى منه بعض الخيوط المقطوعة كأنه انتزع من مكانه بعنف. وقال المفتش: لقد عثرنا عليه في يد القتيل، وكانت تطبق عليه بإحكام. وأعاد بوارو الزر إلى المفتش من دون تعليق، وهو يسأله: هل كان للورد كرونشو أعداء؟ لا نعلم له أعداء قط، فقد كان شابا محبوبا. من الذي يفيد من موته؟ عمه النبيل يوستات بلتين هو الذي يرث اللقب والممتلكات. توجد نقطة أو نقطتان تثيران الشكوك حوله، فقد أعلن بعضهم سماعهم جدلا عنيفا ثار بينهما في غرفة الطعام. وماذا يقول السيد بلتين؟ كان ثملا، وكانت الساعة تقترب من منتصف الثانية صباحا، وهكذا ترى أن الموعد كان قريبا من ذلك الذي حدده السيد ديجبي. ولم يمر أكثر من 10 دقائق بين حديث ديجبي معه وبين العثور على جثة اللورد. قال بوارو: على أي حال، أعتقد أن السيد بلتين المتنكر في زي بانشيليو كان يضع حدبه على ظهر الزي. فقال جاب في ضيق: لا أعلم تفصيلات الزي الذي كان يرتديه، ولا أعرف لماذا تفكر في هذه التفصيلات. فقال بوارو ساخرا: أصحيح أنك لا تدري؟ ألم تكن توجد في تلك الغرفة الصغيرة ستارة؟ بلى، ولكن ويوجد خلفها مكان يكفي لإخفاء رجل؟ آه بلى، ولكن كيف عرفت وأنت لم تعاين المكان؟ لقد تخيلت وجود الستارة، لأن المأساة من غيرها تصبح غير معقولة، ويجب أن يستخدم الإنسان خياله. ولكن أخبرني، ألم يرسلوا في طلب طبيب؟ بلى، لقد استدعوا طبيبا في الحال، ولكن الموت كان قد وقع فورا. ألم يقرر الطبيب ملاحظة أعراض غريبة؟ فغر المفتش فمه مندهشا وهو يقول: نعم يا سيد بوارو، لا أعرف ما ترمي إليه، لكن الطبيب ذكر أنه لاحظ توترا وتصلبا في الأطراف، ولم يستطع أن يقدم تعليلا لذلك. هتف بوارو بسرور: آه يا إلهي، هذا أمر يبعث على التفكير، أليس كذلك؟ كنت على ثقة من أن المفتش لم يفكر في ذلك الأمر، لأنه قال: إذا كنت تفكر في السم، فمن الذي يسمم شخصا ثم يطعنه بسكين في القلب؟ فقال بوارو بهدوء: لا شك بأن ذلك غباء. إذا كنت تريد أن تعين الغرفة التي اكتشفنا فيها الجثة الآن، فقاطعه بوارو بقوله: لا داعي لذلك أبدا، فقد أخبرتني بالشيء الوحيد الذي يثير الاهتمام. إذن فأنت لا تحتاج إلى معاينة شيء، مجرد شيء واحد. وما هو؟ مجموعة الأنموذجات الخزفية التي صممت الملابس على نمطها. ففغر جاب فمه مندهشا ثم قال: أنت إنسان غريب، تستطيع أن تذهب معي إلى ميدان بيركلي إن شئت، فلا أظن أن السيد واللورد الآن يعترضان. لم يكن اللورد كرونشو في مسكنه، ولكن الخادم قادنا بناء على طلب المفتش إلى الغرفة التي تضم مقتنيات اللورد الخزفية. فتطلع المفتش حوله في حيرة قائلا: لا أدري كيف تستطيع الاهتداء إلى المجموعة التي تبحث عنها في وسط هذا الزحام. ولكن بوارو كان قد وضع مقعدا بالفعل تحت أحد الرفوف، وارتقاه لكي يفحص عن قرب مجموعة تضم 6 تماثيل من الخزف، وقال:
هذه هي فرقة الكوميديا الإيطالية القديمة، ثلاثة أزواج هاري الكان وكولين بيان وبيير وبيروت في زيه اللامع مع من الأبيض والأخضر وبونشيلو وبونشيلا في الزي الزهري والأصفر، كم هو جميل زي بونشيلو بحدبته وقبعته العريضة. نعم هذا ما فكرت به، وأعاد التماثيل إلى موضعها بعناية، ثم قفز إلى الأرض وبدأ الامتعاض يظهر على وجه جاب لأن بوارو لم يقل شيئا. وصل رب البيت قبل انصرافنا، فقام جاب بواجب التعارف. كان اللورد كرونشو الجديد في 50 من عمره، وكان وسيما هادئ الطباع مشرق الوجه يظهر عليه التصنع، ولم أشعر بالارتياح نحوه منذ النظرة الأولى. حيانا بشيء من العظمة قائلا بأنه يقدر كفاءة بوارو، معلنا بأنه يضع نفسه في خدمتنا. قال بوارو: رجال الشرطة يفعلون كل ما في وسعهم، ولكنني أخشى أن أقول ما أن مأساة مصرع ابن أخي غير قابلة للحل. فقال بوارو وهو يتفحص وجهه مليا: هل سمعت بوجود أعداء لابن أخيك؟ لا أبدا، أنا واثق من ذلك. إذا كان لديك أسئلة فأنا على استعداد. فسأل بوارو قائلا: الملابس لقد صممت على النمط نفسه الذي تعرضه التماثيل بتفصيلاتها كلها. شكرا لك يا سيدي اللورد، هذا ما أردت التأكد منه، أتمنى لك يوما طيبا. قال جاب في قلق حين غادرنا المسكن: يجب أن أعود إلى مقر سكوتلاند يارد. حسنا لن أستبقيك، لدي مسألة أخرى أريد أن أتحقق منها وبعد ذلك نعم تنتهي القضية. ماذا تقول؟ هل تعني أنك قد عرفت القاتل؟ نعم. من يوستاك بلتين؟ آه يا صديقي العزيز، أنت تعلم نقطة ضعفي، أنا أحب أن تبقى الخيوط كلها بين يدي حتى اللحظة الأخيرة. سأكشف كل شيء في اللحظة المناسبة، وسأنسب الفضل كله لك بشرط واحد، وهو أن تسمح بأن يكون الحل على طريقتي الخاصة. فقال جاء ولعابه يسيل: هذا عدل إذا كان الحل سيأتي. انصرف جاء بينما أوقف بوارو سيارة أجرة وطلب من السائق التوجه إلى تشيلسيا، وسألته قائلا: ما رأيك في اللورد كرونشو الجديد؟ أريد أن أسمع رأي صديقي هيستينجز أولا. أنا لا أشعر نحوه غريزيا بأي ميل. هل تتصور العم الشرير الذي نقرأ عنه في الروايات؟ ألا تراه أنت كذلك؟ أنا أراه إنسانا ودودا حنونا لأن لديه دوافعه. فهز بوارو رأسه بأسى ولم يقل شيئا. وعندما وصلنا إلى مسكن السيد كريس ديفيدسون كان غائبا عن البيت، فاستقبلتنا زوجته وهي سيدة نحيفة تميل إلى القصر وهشة فيما عدا البريق الذي يتوهج في عينيها. وشرح بوارو لها أسباب الزيارة. قالت السيدة ديفيدسون: مسكين كرونشو وكذلك التعس كوكو، لقد كانا صديقين حميمين، لقد حزننا أشد الحزن لموتهما. هل تريد أن توجه إلي المزيد من الأسئلة لتعيد إلى ذهني المأساة من جديد؟ صدقيني يا سيدتي، أنا أقدر مشاعرك، لقد زودني المفتش جاب بالتفصيلات كلها، وكل ما أريده أن أرى الزي الذي كنت ترتدينه في الحفل. فوجئت السيدة بالطلب، فاسترسل بوارو قائلا: لعلك تدركين يا سيدتي أنني أسير على الأسلوب المتبع في بلادي، وهو إعادة بناء الجريمة، ومن المحتمل أن أقوم بعرض تمثيلي للأحداث والملابس. في هذه الحال لها أهمية بالغة في هذا الأسلوب. وبدأ الشك يظهر على وجهها وهي تقول: لقد سمعت عن فكرة تمثيل الجريمة، ولكن لم أكن أعلم أنها تعنى بمثل هذه التفصيلات. سأحضر لك الزي. غادرت الغرفة ثم عادت بعد قليل حاملة الثوب الحريري المصنوع من اللونين الأبيض والأخضر، وأخذ بوارو الثوب ليفحصه عن كثب ثم أعاده إليها قائلا: شكرا لك يا سيدتي، أرى أن سوء الحظ قد تسبب في فقدانك أحد الأزرار الخضراء، الزر الموضوع على الكتف. نعم لقد تمزق في أثناء الرقص، وسلمته لكرونشو ليحتفظ به من أجلي. فسألها بوارو قائلا: هل حدث ذلك بعد العشاء؟ نعم، ربما حدث ذلك قبل وقوع المأساة بوقت قليل. بدأ الذعر في عينيها وهي تجوب بسرعة قائلة: آه لابد حدث ذلك قبل المأساة بوقت طويل،
بعد العشاء مباشرة. فقال بوارو بتمهل: حسنا، لن أزعجك أكثر من هذا، طاب يومك يا سيدتي. قلت له حين مغادرتنا المبنى: حسنا، هذا يفسر سر الزر الأخضر. هل رأيتني وأنا أفحف الثوب يا أبي هيستينغز؟ نعم، لم يتمزق الزر كما قالت السيدة دافيدسون، لقد انتزع انتزاعا بالمقص لأن الخيوط تحته مستوية. صرخت بدهشة قائلا: يا إلهي، هذا يزيد الأمور تعقيدا. على العكس، هذا يوضح الأمور ببساطة. بوارو، سأضطر لقتلك في يوم ما، أنت ترى الأمور ببساطة تثير الأعصاب. ألا تظهر الأمور بسيطة عندما أشرحها؟ بلى، وهذا ما يثير أعصابي، فأنا أشعر وقتها بأنه كان في مقدوري أن أتوصل إلى الحل. لو أنك حاولت أن ترتب أفكارك بأسلوب منطقي لاستطعت ذلك بلا شك. وحاولت أن أتخلص من الجدل فقلت: ما الخطوة التالية؟ هل ستعيد تمثيل الجريمة؟ ربما لم يكن الأمر يحتاج إلى ذلك، ولكنني أقترح إضافة شخصية هاري كام. تحدد يوم الثلاثاء التالي لتقديم هذا العرض الغامض، وقد أثارتني الترتيبات الغريبة، وأقيمت ستارة بيضاء في جانب من الغرفة، وغطيت حوافها من الجانبين بستائر ثقيلة، ثم جاء رجل يحمل بعض المعدات الإضاءة، ثم مجموعة من الممثلين المحترفين الذين اختفوا في داخل غرفة بوارو التي أعدت بصفة مؤقتة كغرفة للملابس. وصل المفتش جاب قبيل الثانية بقليل، ولم يكن مبتهجا بحال من الأحوال، بل كان من الواضح أنه غير راض عن الأسلوب الذي يتبعه بوارو. وقال لي المفتش: لقد وعدته بأن أترك له حرية اتخاذ الحل على طريقته الخاصة. قلت: ها قد وفد الجميع. دخل اللورد أولا وهو يتأبط ذراع السيدة ملابي التي رأيتها للمرة الأولى، وكانت سيدة حسناء سوداء الشعر تظهر عليها العصبية. ثم دخل السيد والسيدة دافيدسون أيضا، وكان رجلا وسيما طويل القامة تظهر عليه ملامح الممثلين بوضوح. وكان بوارو قد أعد مقاعد للجلوس في مواجهة الشاشة التي أنيرت بضوء قوي. ثم أطفأ بوارو أنوار الغرفة عدا الشاشة المضاءة، ودوى صوته قائلا: سيداتي وسادتي، أنا مدين لكم ببعض الشرح. ستظهر أمامكم على الشاشة شخصيات على التوالي، كلها شخصيات مألوفة لديكم: بيرو وبياريت وبونشيلو المهرج والفاتنة بونشينيلا والحسناء كولومبين التي تسير راقصة بخفة، وهاري الكام الشبح الذي لا تراه العين. وبدأ العرض بعد تلك المقدمة، وكانت الشخصية التي يتحدث بوارو عنها تظهر أمام الشاشة لمورها ثم تختفي. وعندما انتهى العرض كانت أعصاب الجميع متوترة، وخيل إلي المرمى الذي يسعى إليه بوارو لم يتحقق إذا كان يتوقع انهيار القاتل في أثناء العرض. إلا أن بوارو خطأ إلى الأمام مبتهج الأسارير وقال: والآن هل تستطيعون أيتها السيدات والسادة أن تخبروني كل على حدة بما شاهدتموه الآن؟ هل تتفضل يا سيد اللورد؟ بدأ الارتباك يظهر على اللورد وهو يقول: أخشى أن أقول أنني لم أفهم تماما. رد بوارو موضحا بقوله: تحدث ببساطة عن المشهد الذي رأيته قبل قليل. لقد شاهدت 6 أشخاص يمرون بالتتابع أمام الشاشة مرتدين الأزياء نفسها التي كان أفراد الفرقة الإيطالية القديمة يرتدونها في الكوميديا المرتجلة، أو بمعنى آخر الشخصيات التي كنا نتنكر في ملابسها في ليلة الحفل الراقص. فقطعه بوارو قائلا: دعك من شخصيات الحفل، يكفيني ما ذكرته في بداية حديثك. سيدتي، هل توافقين على ما قاله اللورد كرونشو؟ كان الحديث موجها إلى السيدة ملابي التي قالت: أنا متفقة معه في الرأي. فسألها بوارو: توافقين على أنك رأيت 6 شخصيات تمثل فرقة الكوميديا الإلهية الإيطالية؟ نعم بالتأكيد. وأنت يا سيد دافيدسون؟ نعم. والسيدة؟ نعم. سأل بوارو قائلا هيستينغز جاب: أأنتما متفقان على هذا الرأي؟ وأخذ بوارو يلتفت حوله وعيناه تشعان ببريق كعيون القطط، ثم قال: مع ذلك أنتم مخطئون، لقد خدعتكم أبصاركم في ليلة الحفل
رؤيتك الأشياء بعينيك كما يقولون لا يعني الحقيقة دائما. يجب أن يرى الإنسان بعقله، ينبغي أن يستخدم الإنسان بصيرته. والآن أود أن تعرفوا أنكم لم تشاهدوا 6 شخصيات، لقد رأيتم 5 فقط. وأنيرت الغرفة من جديد، فظهر أمام الشاشة شخصية بيرو، وصرخ بوارو قائلا: من هذا؟ أهو بيير؟ وصرخ الجميع بصوت واحد: نعم، انظروا جيدا. وتجرد الرجل الذي يمثل شخصية بيرو بسرعة من عباءة بيرو، فظهر تحت الأضواء الساطعة ثوب هاري الكان. وانطلقت في اللحظة نفسها صرخة من كريس دافيدسون الذي قال بغيظ: تبا لك، كيف استطعت أن تخمن؟ وأسرع المفتش جاب نحو كريس فوضع القيد في يديه. بعد ربع ساعة بدأ عشاء عمل ظهر فيه بوارو مبتهج الأسارير مظهرا استعداده لإجابة أي سؤال، وقال: كان الأمر في غاية البساطة، كانت ظروف العثور على الزر الأخضر تؤكد أنه قد انتزع من ثوب القاتل، وقد استبعدت فكرة أن تكون بيريت هي القاتلة لوهنها وعدم قدرتها على استخدام السكين. ثم ركزت على بيرو، إلا أن بيرو غادر القاعة قبل 2 ساعة من ارتكاب الجريمة. وفكرت في أنه إما أن يكون قد عاد في وقت لاحق ليقتل كرونشو، أو أنه قد قتله قبل انصرافه. هل كان ذلك مستحيلا؟ من الذي شاهد كرونشو بعد العشاء؟ لم يره أحد سوى السيدة دافيدسون التي لم أثق في أقوالها، وهي تبرر أسباب فقد الزر من ثوبها. لقد قطعته بالمقص لكي تثبته في مكان الزر المنزوع من ثوب زوجها. ونعود إلى هاري الكان الذي شوهد في المقصورة قبيل 1:30 صباحا. لقد انتحل آخر شخصية، وفكرت في لحظة سابقة في أن السيدة بالكين قد يكون القاتل، ولكنني استبعدت الفكرة لأن الزي الذي يرتديه لا يمكنه من تنفيذ الدورين، دوري بانشينيلا هاري الكان. بينما نجد من الناحية الأخرى دافيدسون الشاب الذي يشبه في جسمه القتيل، فضلا عن أنه ممثل محترف لقد كان الأمر سهلا بالنسبة إليه، إلا أن شيئا واحدا أزعجني: لم يكن يصعب على أي طبيب اكتشاف الفرق بين رجل مات منذ 2 ساعة وآخر مات منذ 10 دقائق. لم يسأل متى لقي الرجل مصرعه، وإنما قيل له على العكس أن الرجل كان على قيد الحياة منذ عشر دقائق. ولهذا اكتفى بقوله بأنه لاحظ توترا وتصلبا في الأطراف لا يجد له تعليلا. كانت نظريتي تسير سيرا حسنا. قتل دافيدسون اللورد كرونشو بعد العشاء مباشرة عندما صحبه إلى داخل المنزل في وقت العشاء، ثم خرج مع الآنسة كورتيناي وتركها أمام باب منزلها بدلا من أن يدخل معها ويحاول أن يحد من ثورتها كما أكد في أقواله. ثم عاد إلى قاعة الحفل على وجه السرعة، ولكن بشخصية هاري الكان وليس بيرو، وهو تغيير سهل إذ يكفي فيه أن يخلع العباءة الخارجية. مال عم القتيل بجسمه قليلا إلى الأمام وهو يقول باستغراب: إذا كان الأمر كذلك فلا بد أنه جاء إلى الحفل مستعدا لارتكاب الجريمة، ما الدافع للقتل؟ فرد بوارو بهدوء قائلا: هذا يقودنا إلى المأساة الثانية، مأساة الآنسة كورتيناي. لقد ماتت الآنسة كورتيناي من التسمم بالمخدرات، ولكن المسحوق الذي تملكه كان في العلبة التي عثر عليها في جيب القتيل. من أين حصلت إذن على المخدر الذي سبب موتها؟ كان هناك شخص واحد يستطيع أن يزودها بالمخدر، دافيدسون، وهذا يفسر لنا كل شيء. كانت صديقة حميمة للسيد والسيدة دافيدسون، وكان هذا سبب طلبها من دافيدسون أن يصطحبها إلى منزلها. واكتشف اللورد كورنشو أنها مدمنة مخدرات، ونظرا لأنه يكره المخدرات ومدمني المخدرات فقد ساورته الشكوك في أن دافيدسون هو الذي يبيعها المخدر. أنكر دافيدسون هذا الواقع، وأصر اللورد على انتزاع اعتراف من الممثلة التعسة ليغفر لها، لكنه لم يستطع بحال من الأحوال أن يرحم الشخص الذي يتاجر بالمخدرات. وأصبح دافيدسون يواجه الدمار، ومن ثم عقد عزمه على وهو ذاهب إلى الحفل على إسكات اللورد مهما كان الثمن. هل كان موت كوكو مجرد حادث؟ فأجاب بوارو: أشك في هذا، وأرجح أنه كان بتدبير ذكي من دافيدسون،
فقد كانت غاضبة أشد الغضب من كورنشو بسبب تقريعه إياها، ولأنه أخذ منها علبة المخدر، فقام دافيدسون بتزويدها بجرعة أخرى، وربما يكون قد اقترح عليها إغاظة اللورد بمضاعفة الكمية التي تتناولها. قلت له: سؤال أخير يا بوارو، ماذا بشأن الفراغ الذي خلف الستار؟ كيف عرفت أمره؟ أجاب بوارو قائلا: ذلك أمر في غاية البساطة يا عزيزي، يا صديقي العزيز، فقد كان الخدم يدخلون ويخرجون من الغرفة بصورة مستمرة، لهذا لم يكن في استطاعة دافيدسون أن يترك الجثة في الغرفة معرضة للأنظار، ومن ثم كان من الواجب تدبير مكان لإخفائها. وقد خمنت فكرة الستار والفراغ من خلفه، فسحب دافيدسون الجثة وأخفاها وراء الستار، ثم عاد بعد ذلك ليلفت الأنظار وهو واقف في المقصورة، وبعد ذلك رجع إلى الغرفة وسحب الجثة إلى الموضع الذي اكتشفت به، بينما غادر الغرفة من غير أن يراه أحد. مجرم ذكي. وقرأت في عيني بوار وهو ينطق بتلك الكلمات بأنه يريد أن يضيف إلى ذلك قوله، ولكنه ليس أذكى من هيركيول بوارو. انتهى.